ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من البصرة الناشط في تظاهرات كرار عجرش. أهلا بك سيدي. كرار، إن كنت تسمعني، امتدت تظاهرات إلى البصرة مؤخرا بعد ميسان وبغداد والقادسية وذقار أيضا. إلى أي مدى يمكن القول أننا اليوم أمام موجة جديدة من ثورة تشرين؟ نعم، التحية لكم لقناة جمهور رافدين الفضائي. طبعا ثورة تشرين ما انتهت، ثورة تشرين ربما تسقط هناك وهناك وتخمد هناك، بس ما راح تنتهي. ثورة تشرين راح تبقى بوجود فساد، ثورة تشرين راح تبقى المطالبة بقتلة المتظاهرين، ثورة تشرين راح تبقى دعامة الإسلام كل اليوم. الطبقة الفاسدة، الطبقة الحاكمة، الميليشيات المسيطرة على الدولة، الأحزاب الفاسدة، اليوم تشرين ما خلصت. تشرين ما مجرد قمع وقمعوها، تشرين لا، بالعكس شفنا في كل التظاهرات بعد ما بكل الناس شفنا في اليوم في كل التظاهرات طلعت مسيرات وطلعت تظاهرات. اليوم في بغداد صار شعب التحرير تظاهرات، اليوم في البصرة شعب عبد الكريم قاسم أمس تظاهرات، بميسان عندنا تظاهرات صارت، بالناصرية عندنا تضامن مع الناصرية والشهداء اللي سقطوا. نعم، كل اللي سقطوا في الناصرية هم شهداء. نعم، في ظل استمرار قمع التظاهرات من قبل حكومة الكاظمي، كيف تفسر كمتظاهر إصرار الأحزاب والحكومة على خيار العنف ضد المتظاهرين السلميين؟ نعم، الحكومة ما تريد تفهم بين الشعب، الأحزاب الفاسدة والأحزاب الحاكمة اللي أتوا خلف الدبابة الأمريكية وأرضعتهم الصدور الإيرانية، ما يريدون يفهمون بأن الشعب بعد ما يريدهم، الشعب بعد ناقم عليهم العملية السياسية. الشعب وعى، الشعب يريد حقوقه، يريد خدمات. من 18 سنة وانت ما موفر لك الخدمات، ما موفر لك المستلزمات، ما موفر لك المطالب، يعني انت شنو تريد من عنده؟ طبعا راح يطلع عليك ويطلع على حكومتك الفاسدة وراح يطلع على أحزابك المدينة. يا الأحزاب ما تريد بأن تريد الشعب هاي الصورة التعبانة، كيف لازم يقمعونه؟ ما تدري الشعب يطلع ويحتج ويتظاهر ويحكي ويقول حق كلمتي. التظاهرات حق كفلها الدستور، ليش الحكومة جاية تقمع هذه؟ لأن تدري بأن هذا الشيء مو صالحها، تدري بأن هذا الشيء كل اليوم الشعب العراقي كل الشعب واعي، وكل الطبقة السياسية فاسدة، أدت نتيجة محاصصة فاسدة، نتيجة حكومة متراكمة ومتعاقبة من قبل الفاسدين، من قبل الأحزاب تسيطر عليها، من قبل التيار وفتح وكنا ندري بأن هم اللي يسيطرون على كثير من المحافظات. ونتيجة هذا الفساد والأحزاب اليوم عندنا وايد بالبصرة، بالبصرة وايد بالبصرة، نواب البصرة فاسدين، قائد الشرطة بالبصرة وكل كل المحافظات فاسدين. احنا طالبنا المجتمع الدولي ونطالب الأمة العربية ومجلس الأمة العربية يعني يتدخل بشؤون الناشطين والمتظاهرين. انا احد الناشطين ياسف اللي احكي وياك اليوم، ما لي الشرف طلعت انا ويقوتي والمتظاهرين، لان قبل اول في البارحه جاي تهديد بالبيت وعلي وعلى عائلتي، واليوم انا ما قدرت اطلع لحد الان. امي مرعوبه من التهديد اللي جاني للبيت. يعني اذا لا متى تظل هذا الاستمرار، لا متى تظل هاي القمعيه، لا متى تظل هاي الوحشيه. احنا ما طالعين، احنا ما جايين من خارج البلد ولا جايين احنا بطرانين، احنا طالعين حقوقنا مشروعه، احنا طالعين نريد تعيين، نريد خدمات. ايش الشيء اللي نريده هو شيء بسيط، خدمات، تعيينات، شوارع نبلط. هاي ما رايدين، يعني ما رايدين شيء مثل مو من يتاهلنا، لو رايدين شيء يسحب على الدوله. احنا كل رايدين خدمات. الشعب العراقي يريد وطن، الوطن شو الوطن؟ احنا نحلم بان يكون الوطن العراق وده خالي من الميليشيات، خالي من الطائفه، خالي من المخاطفه. كرار، بدأت المطالب بضرورة تغيير محافظ ذيقار ونائبيه، وارتفع سقف المطالب اليوم لإقالة الكاظمي وحكومته وكل المسؤولين الفاسدين. إلى أي مدى وصل المتظاهرين السلميين إلى قناعة بضرورة التغيير الكامل في النظام وليس مجرد تغيير الوجوه أو أسماء بأخرى؟ نعم، شوف احنا مجرد يوم او يومين هم التخفيف، بس بالتالي راح اذا هاي اذا ظلت الحكومه على هذا منهجها وعلى هذا اطرافها وعلى هاي المحاصصه وعلى هاي كلمه يجيب
الجسم مثل محافظة إلي ومحافظة مثل محافظة إلي ومحافظة إلك، راح إذا طلعت ما راح تمسك أو بداية مثل إذا طلعت وافشين المرة الثانية راح تصير راح تسقط العملية السياسية برمتها، يعني بعد ما تصير فترات وزراء وراح واذا راح تنفك تداور نفس وجوه المحافظ. اليوم عبد الغني الاسدي محافظ الناصيه من اجى هم محافظ هم تابع للتيار، يعني الحكومه هذه نط النجار ونطيب بالحق وخذ مهله من عندنا. شفنا عبد الغني الاسدي زين جاء المحافظه وكشف على قدره المحافظه، احنا كل زين نعرف بين عبد الغني الاسدي هو من قام بقمع ساحه الحقوقي، وكان يجي كانوا يجون هم الخليه الاسمر اللي اجوا من بغداد اجوا للناصيه، كانوا شو يطالبون الثوار احنا حسب ما تنفي قيادتنا بساحه حبوبه، لو تشيل خيمتك لو اربع ارهاب ازب دعاوى سيدي وازبك بالسجن ووقفك اربع ارهاب، اما يضطر الناشط او المتظاهر يشيل خيمته لان يقول لك انا اروح اربع ارهاب والسجن وعلى شنو؟ انا طالع على متطالب حقهم ما اروح انا طالب حقي بالسجن. يعني نفسي. شكرا جزيلا لك الناشط في تظاهرات كرار عجرش، حدثتنا عبر الهاتف من البصرة.